يا صباح الورد والفل والياسمين والتمر حنة والورد الجوري وكل حاجة حلوة في الدنيا. صباحكم ورد، صباحكم تفاؤل، صباحكم سعادة، ورجعت لكم تاني بعد التوضيبات اللي هلكتني لمدة أسبوع أو 10 أيام حاجة زي كده، ما بقتش عد من كتر ما الأيام ملخبطة معايا. رجعت مطبخي ورجعت شقتي بعد التجديد. نعتقد ان انا مرتاحة شوية نفسيا، المطبخ بقى اروق، الريسبشن بقى احلى، بقى لي اوضة ليفنج روم قاعدة فيها، فيها كنب بيتفرد سراير، وبقت معيشتي كلها فيها اللي هي جنب المطبخ اللي قلت لكم عليها في الفيديو. والحمد لله على كل حال وكله تمام. انتوا اخباركم ايه؟ وحشيني جدا. النهارده اول يوم في العيد، كل سنه وانتوا طيبين، ربنا يجعل ايامكم كلها مبروكه ومباركه ويتقبل منكم صالح الاعمال. ما حبيتش يعدي اول يوم العيد من غير ما اصحى الصبح كده اعمل لكم حاجه حلوه. عملت لكم الكيك ده، ده كيكه بالعربي احنا بنقولها كيكه الزبادي، زي كيكه اللبن التركيه او كيكه الحليب التركيه، بس هي بلغتهم هم اسمها ترتشلي حاجه زي كده، هبقى اكتب الاسم. الكيكه دي عملت ترند جامد جدا على جوجل الفتره اللي فاتت، حبيت اعملها قدامكم عشان تشوفوا كل طريقتها من الالف الى الياء لو كنتوا ما شفتوهاش قبل كده، واتمنى تجربوها وتعجبكم. ويلا نقطع مع بعض اول قطعه وبعد كده نروح نشوف عملت الترتشيش هي دي ازاي. هكتب لكم اسمها وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، وتعالوا نقطع حته. هو واضح من القطع انها اسفنجيه جدا. بصوا عالية ازاي، شايفين العلو؟ دوق قطعة معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة، جوسي عشان فيه لبن جوه، ريحتها حلوه قوي، بس هو الكراميل اللي كان يبقى حلاوته لو كان جوه كمان. تفاصيل، استنى عشان اتاكد انها حلوه. بس لا حلوه حلوه بجد. يلا تعالوا شوفوا الفيديو وجربوا تعملوها النهارده. ولا انتوا عندكم كحك وعيد وبسكوت وكلام من ده، مش هتلحقوا تعملوا الحاجات دي، بس خلوها في دماغكم لان فعلا طعمها حلو جدا. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك يا رب. وما تنسوش لو اول مره تشوفوني يا ريت سبسكرايب، ولو انتوا عندي في القناه بليز ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يتشاف كويس لو بتحبوني. نهاركم ورد، نهاركم فل، نهاركم سعاده. اول حاجه هنبدا بيها مقاديرنا النهارده، انا معايا هنا 3 كوبايات دقيق من خولين، معايا كوبايه الا ربع زيت، معايا كوبايه لبن، معايا كوبايه سكر، ومعايا 4 بيضات، وطبعا فانيليا وبيكنج باودر. اعذروني لان لمبه المطبخ العاديه اللي هي الجامده محروقه، واللمبه الصفراء اللي جوه دي مش بتطلع لي نور حلو، مش هتخلي التصوير حلو وهيبقى فيه خيال. فانا لفيت على الرخامه من الناحيه التانية، يعني انا دلوقتي جوه الاوضه بتاعتي، اوضتي الجديده، وسندريلي على الكنبه قاعده زي القرود، فاستحملوني. حطينا البيض، دلوقتي هنحط الفانيليا، حوالي معلقة صغيرة، وهنضيف معاها السكر، وهنضرب كل ده. تقدروا تضربوا على ايديكم، تقدروا تضربوا بالخلاط، وتقدروا تضربوا بالهاند بلندر، وتقدروا تضربوا بالمضرب، اي حاجة انتوا عايزينها ومرتاحين فيها اشتغلوا بيها على طول.
انا هضرب وهرجع لكم. دلوقتي هبدا انزل بالزيت، فين الزيت، وهضرب واحده واحده. قصدي هنزل بالزيت واحده واحده. دلوقتي هنزل بكوبايه اللبن برضو واحده واحده. دلوقتي انا خلصت الخليط بتاعي، هبدا بقى انزل بالدقيق. الدقيق هنزل عليه بمعلقتين كبار بيكنج باودر. المعلقة انا بعاير بعيني على فكرة، عن دراية يعني، ما تقلقوش. هنقلب الكلام ده مع بعض وهنبدأ ننزل بيه ونقلب الكيكة التركية الرهيبة بتاعتنا. اثبت عشان ما اطولش عليكم، وهخلص تقليب وارجع لكم. ده شكل قوام الكيك اللي وصلنا ليه من غير اي تكتلات، وناعم جدا، لا هو تقيل ولا هو خفيف. هنفضيه في صينيه مدهونه زيت ومرشوشه بدقيق. انا مسخنه الفرن على درجه 180، هحطه في الفرن ونشوفه بعد ما يخرج ان شاء الله. انا حطيت كيكتي في الفرن، وعلى ما تجهز حطيت في الووك دي كوبايه سكر وهحطها على النار علشان تتكرمل، وهرجع نعمل الصوص الابيض. وللصوص الابيض هحتاج انا مش عايزه كميه كبيره، عايزه كميه يدوب على قد الكيكه، نص كوبايه سكر، 3 معالق كبيرة لبن بودرة، ممكن سنة فانيليا صغننة كده تدي نكهة وريحة، لو مش عايزينها بلاش، ونص كوباية لبن. ونسيت اجيب الزيت، لحظة واحدة. وهنحتاج نص كوباية زيت. انا قبل كده عملت لكم صوص الشوكولاتة البيضة وصوص الشوكولاتة البني، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. بس انا كنت بعمل بكميات اكبر من كده. احنا كده معانا 3 نصاص، نص زيت نص لبن نص سكر، و3 معالق لبن البودرة. هنبدا نضرب دول، على فكره بيتعمل في الخلاط عادي. هنضرب لحد ما نتاكد ان كل حبيبات السكر دابت في اللبن. شايفين هو لسه سايل اهو، لسه فيه شويه سكر تحت. هبدا انزل بالزيت واحده واحده.
ده القوام اللي وصلنا ليه. هو انتوا شايفينه دلوقتي خفيف، لكن لما هيتشال شويه في الثلاجه لحد ما الكيك يطلع هيكون تماسك، وهنقدر نزين بيه بمنتهى السهوله ان شاء الله. ده شكل الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، بس انا محتاجه اقلبه في صينيه تانية حجمها اكبر. زي ما انتوا شايفين عالية ازاي. ما هي هنا خلة سنان. هبدأ اخرم بيها كده. معايا حوالي نص كوباية لبن. عايزين تضيفوا عليه سكر ضيفوا، مش عايزين تضيفوا عليه كفاية السكر اللي في الكراميل واللي في الكيك نفسه. دلوقتي هضيف الكراميل، بس نخلي بالنا عشان ساعات لما بنسيبه شوية بيتكتر كده. انا حطيت كوبايه سكر وسبتها على النار لحد ما ساحت، وبعد كده حطيت عليها كوبايه الا ربع لبن. بيديها سمك اخف شويه من الكراميل الطبيعي، لان الكراميل لو سبتوه عليها هيمسك وهتبقى طبقه زي الكريستال كده مقرمشه. انا عايزاه يبقى طري. اهو شايفين الحاجة المكلكعة دي، دي ما تنزلوهاش معاكم في الكيك. وخلوا بالكم بالله عليكم مع الكراميل بالذات، لان اللسع منه اذى 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 اذى. يعني لو جت نقطة كده على ايدك بعد الشر يعني وانتي بتعملي مؤذية جدا، فارجوكم خلوا بالكم. ده شكل الكراميل عليها، هي طلعت عالية شوية لأنها تعتبر إسفنجية. نزله من كل الجهات كده بحيث إن احنا نغطي الكيكة كلها. هي بقى الصوص الابيض اللي عملناه، انا فضيته في برطمان مايونيز بتاع ده مستردة، كنت غسلة كويس. معرفش التصوير قطع ليه، بس انا عملت بالستيك شمال يمين شمال يمين لحد ما في الاخر بقت معايا بالمنظر ده. هسيبها تبرد